الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق، فأخرج الناس به من الظلمات إلى النور، على قلة من العلم، وجهالة من الناس، وقرب من الأجل، ودنو من الساعة، فهدى الله تعالى من شاء من عباده إلى صراط مستقيم، وأضل من شاء بحكمته وعدله فتركهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، وهو حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، التي جمع فيها من الخير والعلم ما لا يحصى وما لا ينحصر، فهو حقيق بالمدارسة والعلم والتعلم والعمل وبتبليغه للناس. وقد تكلم العلماء عليه وأطالوا فيه، وأهم ما ذكروا فيه ما يتعلق بإسناده وما يتعلق بمعنى النصيحة لغة وشرعا، ومعنى ما يتعلق بحصرها في الدين أو بحصر الدين فيها، ومعناها معنى أنواعها وبيانها. وإجمال في القول في ذلك أن هذا الحديث صحيح معنى وإسنادا، فقد أخرجه الأئمة مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد من طريق سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، وذكر الحديث. ولم يخرجه البخاري لأن مسندا لم يخرجه مسندا وإن كان علقه، لأنه ليس على شرطه، فإنه لم يروي لسهيل بن أبي صالح إلا مقرونا أو متابعة. وذكر بعضه معلقا حيث ترجم به فقال: باب الدين، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ليدل على أنه صالح في الجملة. وليس في البخاري أصلا حديث مسند لتميم بن أوس الداري، ولا في مسلم أيضا له حديث إلا هذا الحديث. وقد أخرجه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهو حديث صحيح لا شك في صحته معنى وإسنادا. ومعناه من كتاب الله تعالى قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فأما ما يتعلق بمعنى النصيحة لغة وشرعا، فإن النصيحة في اللغة مصدر أو اسم مصدر نصح، نصحا إذا أخلص ولم يغش، نصحه ينصحه نصحا، ونصيحة إذا أخلص له ولم يغشه، فهذا معناها في اللغة، وهي من وجيز الكلمات التي لا توجد كلمة تدل على معناها تستوفي جميع معناها، كما قيل في الفلاح: إنه ليس في
في ليس في اللغة كلمة أجمع للخير منه أو كما قالوا. فهذه النوع من الكلمات يسميها علماء البيان بالفرائد، واللفظ إن يسق فصيحا لا يسد مسده من الفرائد يعد. والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له وإخلاص القلب له من الغش، فهذا هو معناها في اللغة. فأما معنى حصر الدين فيها فإن للشراح الحديث فيه وجهين، أحدهما أن يكون المعنى أن قوام الدين وأهمه ورأسه وأساسه هو النصيحة، فلما كان أهمه هو النصيحة جعل كله منحصرا فيها، كما يقال في الصيد كل الصيد في جوف الفراء والحج عرفة ونحو ذلك. فجعل الدين كله منحصرا في النصيحة على سبيل المبالغة. ويؤيد هذا التوجيه أنه قد روي رأس الدين النصيحة. والوجه الثاني أن يكون الحصر على حقيقته، لأن من استكمل النصيحة وأنواعها فقد استكمل الدين، فقد جاء بالدين كله. ورجح هذا النووي وقال إنه لا يقبل قول من قال إن هذا الحديث ربع الإسلام، بل إنما دار الإسلام كله على هذا الحديث، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا معنى كلامهم في حصر الدين في النصيحة. والحصر هنا مستفاد من تعريف الجزئين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وقد جاء الحصر مصرحا به في رواية أحمد في المسند، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الدين النصيحة. وأما ما يتعلق ببيان النصيحة وأنواعها، فإن معنى النصح لله تعالى قد أكثر العلماء فيه وأطالوا فيه. وحاصل ما ذكروا فيه في ذلك أن معناه هو الإخلاص له تعالى في القول والعمل في السر والعلن. فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قال تعالى ألا لله الدين الخالص. وكما قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما قال كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. فمن لم يخلص النية لله تعالى فلا عمل له. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وحقيقة الإخلاص كما قلنا هي أن يعمل العمل لا لإرادة محمدة من الناس أو إلى دفع مذمة منهم، فيكون الحامل للإنسان على العمل هو ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وحده لا لغير ذلك. وقد جاء التحذير الشديد من الرياء، ومن أعظم ما جاء في ذلك ما جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يوم القيامة لمن كانوا يراءون اذهبوا إلى من كنتم تراءون فابتغوا الثواب من عندهم. وما جاء فيه من أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يخلص في عمله لله تعالى وأن يبتعد من الرياء، فإن الله تعالى يعلم منه كل سر وعلانية. ولله أخلص في العبادة إنه لا يعلم منا كل غيب ومشهد، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وكذلك من معنى النصح لله تعالى تعظيم أمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم الأمر والناهي وبمعرفته حق المعرفة. وكما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن استشعر هيبة الله تعالى وعظمته وجلاله وشدة عقابه وأخذه لمن ظلم، فإنه يعظم أمر الله سبحانه وتعالى ويعظم حرماته. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من لا يعظمونه ويعظمون أمره فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة أو هيبة.
وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن يكون الإنسان حريصا على أن يؤديهما على أكمل وجه وعلى تحسينهما والمحافظة على حدودهما وعلى أوقاتهما وما يتعلق بهما، وأن يسأل عما أشكل عليه من أمورهما. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: دين المؤمن رأس ماله، لا يخلفه في الرحال ولا يقلده أعناق الرجال. وقال أهل العلم في معنى تعظيم الأمر والنهي: هو ألا يعارض بتشديد غال، وألا يعارض بترخيص جاف، وألا يحمل على علة توهن الانقياد، بل يلزم الإنسان في ذلك كله الوسط، فلا يغلو في العزيمة ولا يجفو في الرخصة، ويكون في ذلك كله مسلما لأمر الله تعالى. فإن ظهرت له الحكمة ازداد إيمانا على إيمانه، وإن لم تظهر له أسلم وجهه لله وانقاد لأمره ونهيه. وهذا هو مقصد الإسلام أصلا. وقد قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا في معنى النصح لله تعالى. وكذلك من معناه الإيمان به سبحانه وتعالى وتوحيده في إلهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وأما معنى النصح لكتاب الله تعالى فهو أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه، وأن يتأدب بآدابه، وأن يعتبر بقصصه، وأن يتبع، وأن لا يعارض بشيء، بل يسلم له في الأمور كلها، وأن يجعل هو الحكم عند التنازع، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك أن تطلب الحجة منه لا من سواه، فهو حجة على ما سواه وليس غيره حجة عليه. فهذا في معنى النصح لكتاب الله تعالى. وكذلك أن يتفقه فيه وأن يتعلم وأن يتلى حق تلاوته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك أن يبتعد عن هجره. وقد قال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا في معنى النصح لكتاب الله تعالى. والنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم هو تصديقه فيما أخبر به والإيمان به، ونصرته حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، وإحياء سنته وتعلمها ومعرفة صحيحها من سقيمها والتفقه فيها وغير ذلك. هذا في معنى النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحاصله ما تضمنه قوله تعالى: فالذين آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، إلى أن يقول الآية المعروفة في سورة: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى. هذا في معنى النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلني الله وإياكم من يسمع القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم بعد، فمن أنواع النصيحة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم النصح لأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين المراد بهم هنا فيه وجهان أيضا لشراح الحديث، فقيل المراد بهم هم العلماء العاملون، وقيل المراد بهم هم الخلفاء ومن يلي أمر المسلمين، أو هما مرادان معا، كما قيل: ثم أولي الأمر إذا يفسرون الأمراء والعلماء العاملون، فتجب الطاعة للأمير في كالمعيشة من التدبير، وطاعة العالم إذا تجبت إن يفتي بالكتاب أو بالسنة. وعامة المسلمين هم من سوى ذلك، من سوى العلماء والأمراء. وحاصل النصح فيما بين المسلمين أئمة وعامة هو ما تضمنه قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما تضمنه قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما تضمنه قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وما في الصحيحين من حديث شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك ما تضمنه قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. جعل الله وإياكم من يستمعوا القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واكنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم اكتم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما يبلغنا جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما يبلغنا جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهن كيد الكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. غفر الله لي ولكم.